الفيلم قعد سنة، الدكتور خالد عبد الكليب يراقبه، على فكرة الناس كلها تشكرني على هذا الفيلم. الرقابة مش هتوافق على أي حاجة فيها غلط، الناس هتشكرنا على فيلم الملحد. علق المنتج أحمد السبكي على دعوة المستشار مرتضى منصور بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، والمقرر طرحه في السينما يوم 14 أغسطس. الفيلم اللي أثار الجدل قبل عرضه 24 أغسطس أولى جلسات نظر دعوة وقف وسحب تراخيص فيلم الملحد. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قرر اتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى. وقال مرتضى منصور إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي. علق المنتج أحمد السبكي وقال فين الواقع عشان يرفع قضية؟ هو إحنا عملنا إيه؟ أتحدى أي حد لو مرتضى شاف برومو الفيلم من الأساس عشان يرفع قضية ويحاربنا. الرقابة مش هتوافق على أي حاجة فيها غلط. فيلم الملحد ما فيهوش أي شيء خادش، ومش من الممكن سحب ترخيص العمل لأنه بيناقش قضية مهمة جدا في المجتمع، وأكد إنه هيعجب الجمهور والناس لما هتشوف الفيلم هتشكرنا عليه. بس للأسف الناس مش صبرة، والجدل ده كله على إبراهيم عيسى.